بكتيريا حجمها من 2 ل 5 نانومتر ما سلمش حد من اذاها حرفيا. اتصاب بيها الحشرات، الطيور، الحيوانات، حتى الانسان ما سلمش منها واتصاب منها. عدوتها سريعه الانتشار، قاتله، ممكن طائر واحد عندك يكون متصاب بيها ينقل العدوى لكل المجموعه. بنتكلم عن بكتيريا السالمونيلا القاتله. في الفيديو ده هقول لك على اعراض الاصابه، طرق الوقايه، وطريقه العلاج من السالمونيلا القاتله. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه لازم تكون عارف البكتيريا ديت حجمها صغير جدا، درجات الاصابه بيها متفاوته. السالمونيلا نفسها عائله، في منها كذا نوع. الاصابه ممكن تحدث في كذا مكان في جسم الطائر، ولكن غالبا او الشائع بيكون في معده الطائر. هنبدا اول حاجه باعراض السالمونيلا. بتلاقي الطائر عندك خملان، كسلان، دايما عينه مغمضه، بتلاقي فيه براز لونه اخضر او ابيض مائل للخضار، يكون في ماده مخاطيه في البراز، موت الفروخ بعد الفأس، تلاقي الفروخ بعد ما تطلع من البيضه بتموت، فتحه المخله، المجمع اللي عند الطير مش نظيفه، بتلاقي فيها ماده لزجه لازقه في ريش العصفور، تلاقي فيه رائحه كريهه في البراز، الموت المفاجئ للطيور للاسف. دي تقريبا معظم الاعراض اللي ممكن نشوفها. طرق العدوى، الطائر اللي بيكون متصاب بالسالمونيلا لو انا مش واخد بالي منه وحطيته مع طائر تاني، الاتصال بين طائر وطائر بيؤدي للعدوى فورا، هيتصاب الطائر ده من ده. حاجه تانيه ممكن يتصاب من البراز، البراز بيكون حامل لبكتيريا السالمونيلا. تكوين البيضه جوه الانثى، ممكن تتولد البيضه مصابه ببكتيريا السالمونيلا، وهو ده اللي بيموت الفروخ بعد الفأس. ازاي الفروخ بتموت بعد الفأس من البكتيريا والاهالي اللي هم عدوهم اصلا ما ماتوش؟ الاهالي بيكون سنهم كبير ويكون مناعتهم اكبر من الفروخ، الفروخ ما بتستحملش وبتموت بعد الفأس في خلال اسبوع. طيب لو الفروخ عاشت اسبوع وفي الاسبوع التاني ماتت، ساعتها هيكون البكتيريا بتاع السالمونيلا ما صابتش البيضه اثناء تكوينها داخل الانثى، هيكون الفروخ اتصابت ببكتيريا السالمونيلا اثناء تاكلهم، وهم الاهالي بياكلوا الصغار نقلوا البكتيريا عن طريق الفم، وبالتالي الفروخ ماتت في الاسبوع التالي. خلي بالك كمان ممكن بكتيريا السالمونيلا تتنقل عن طريق قوارض او حشرات او طيور بريه، لان القوارض بتحمل بكتيريا السالمونيلا والطيور البريه ممكن تحمل السالمونيلا، فلو حصل اتصال بينهم وبين طيورك ممكن ينقلوا العدوى. طرق الوقايه من بكتيريا السالمونيلا، اول حاجه عزل الطائر المصاب فورا وتخليه لوحده، ما يكونش فيه اتصال بينه وبين اي طير تاني موجود. احنا بنقول دايما لو انت اشتريت طير جديد ما تدخلهوش على مجموعه عندك مره واحده، بتخليه لوحده وبتراقبه وبتشوف البروز بتاعه عامل ازاي وحركه العصفور عامله ازاي وهل هو بصحه جيده ولا لا. بعد كده ممكن تدخله على المجموعه. في ناس كمان بتدي مطهر او توم بليمون للطيور عشان تتاكد من مناعه الطيور، بيبقى مفيد جدا في الحالات ديت، بيقوي المناعه، ولكن زي ما قلنا درجات الاصابه ببكتيريا السالمونيلا متفاوته، فممكن المنقوع دوت ينفع مع طير وممكن طير تاني ما ينفعش معاه للاسف، بيكون درجه اصابته اعلى او اكبر من الاصابه بتاعه الطائر التاني، فهي على هي درجات متفاوته بين طير وطير على حسب الاصابه. ولكن في العموم مشروب التوم بالليمون هو مشروب حلو جدا، ممكن نقدمه كتقويه لمناعه الطيور عندنا وكمطهر. النظافه ثم النظافه ثم النظافه، تهتم بالنظافه جدا، نظافه الادراج بتاعه الاقفاص، نظافه العش، التطهير، كل دوت مطلوب ولازم تعمله بشكل دوري. نخش في اهم نقطه هي علاج السالمونيلا. انا اتاكدت ان الطير ده عنده سالمونيلا فعلا، عزلته وعايز ابتدي اعالجه، بكل اسف لحد اللحظه اللي انا بعمل فيها الفيديو دوت مفيش اي علاج فعال او صنع خصيصا للقضاء على بكتيريا السالمونيلا، ولكن في حاجات اثبتت مفعول كويس زي ما قلنا على حسب درجه الاصابه بالطير، زي المضادات، زي المطهرات، زي العوامل التانية زي النظافة والكلام دوت، زي ما قلنا التوم، منقوع التوم، الليمون، في ناس بتحط منقوع توم بليمون وبتحط عليه كركم وتنقعه يومين او ثلاثة وبعد كده تبتدي تقدمه في المساء. فزي ما قلنا مفيش علاج لغاية اللحظة اللي انا بعمل فيها الفيديو دوت معمول خصيصا للقضاء على بكتيريا السالمونيلا، ولكن في مضادات وفي مطهرات. انا جايب عندي حاجة اسمها فيلاجيل، ده مطهر معوي للاطفال، هو بشري مش بيطري،
وبحط منه على المسا. بجيب الفلاجيل وبحطه في قطارة وابتدي احط في المسا بتاعتي 3 نقط، المسا الصغيرة والمسا الكبيرة بحط 5 نقط 3 ايام واربعة. وبعمل الجدول دوت في وقت قبل ما العصفورة تبيض، وبعمله بعد ما العصفورة تخلص بيض، وبعمله بعد فأس البيض. 3 ايام 5 نقط على المسا الكبيرة وثلاث نقط على المسا الصغيرة. كويس لو انت قدمته لطير لسه مشتريه جديد، وطبعا مش هندخله على الطيور بتاعتك زي ما قلنا. طبعا مش محتاج ان انا احذرك ان انت تاخد بالك ان انت ما تتصابش من الطير اللي هو عنده سالمونيلا، يعني بدل ما انت هتحمي الطيور التانية بتاعتك بتتصاب انت، فتخلي بالك من الموضوع دوت. في ناس بتفضل اللي هي تطير الطائر اللي عنده سالمونيلا، لان بيكون وصل لمرحلة مثلا خلاص العلاج فيها مش جايب نتيجة، فهتضطر ان انت تطيره. نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومة بصورة مبسطة، ما رضيتش ادخلك في الكلاكيع العلمية وفي الكلام التقيل اللي ممكن تحس ان الفيديو تقيل عليك، حاولت ابسط لك المعلومة على قد ما اقدر. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناة عشان نكبر، وهنكبر بيكم باذن الله. لو في اي استفسار اكتبولي في تعليق وانا هرد عليك.